بيه مرحبا مرحبا، مازلنا معاكم بيه. باش نحكيو على فيلم خاتم عليسة استني فينمو، باش نحكيو على برشا حاجات جديدة. فرحانين برشا خاطر هو صديق عزيز ومبدع، فرحانين برشا انه ديما نستقبلوه وديما البورك بونور نتاعي هو، معناتها كل حصة جديدة لازم هو يجي الاول ولا ثاني. سعيد باستقبال لو جران احمد لاندولسي. شنحوالك احمد؟ سعد مرحبا مرحبا احمد. تضحك ربي يتوب عليك يا سفيان. ربي يتوب عليك. ربي يتوب عليك. ربي يتوب عليك. هذا يا خو العروسة. خويا بولي. هاي تفضل. والله 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 والله. سفيان محلاه ساعة الفيلم، الناس الكل يبعثوا لي ميساجات يشكروا في سفيان. أحمد شنحوالك ميرسي. وديما اغزل لي اغزل لي. أحمد لاندولسي ديما صاحب واجب. الفيلم معناتها رامي روحه مع الفيلم بارتو يمشي ويدور وكذا كيما العاده. احمد مبروك، فما اقبال، فما جو، فما دنيا. رغم طقس معناها ماهوش بون، هي طقس الشتاء ما وحشناها زاد الشتاء، حشتنا بالشتاء زاد باش نبداو زاد ما نكونوش باش ما نكفروش بنعمه ربي. لكن الحمد لله الحقيقه الحمد لله فما اقبال. اول سؤال محرج ريك، ايش رايك في وليد الزين؟ وليد الزين أنا وفيه. يلا أحمد وباش نحكيو على الفيلم وباش نحكيو على برشا حكايات، نمشيو لفقرتنا ساعة الأولى. احنا عاملين حصة اللي الدنيا موترة، رغم التوتر نحاولوا نضحكوا العباد. كث الغش يضحك. سهلة برشا، معناتها نجيبوا أخبار خايبة ونحاولوا نضحكوا عليها. الخبر الأول في القيروان، سرقة بالنطر لهاتف جوال، إلى حد الآن خبر عادي ولكن يعني يا سعدي تقوم به فتاة على متن درجة ناري. أنا أخويا ندعو لي نرجع الفيكس، نرجع لتليفونات الفيكس. إي ما أخويا بنية تنطر ما نصورش. غريبة بنية غريبة معناها على موتور زاد معناها نو فتاة على دراجة نارية معناها هذه هيك تنجم تنطر فعليا. انت اكثر حاجه تنجمي تنطريها ماسكارا. ليه انا ننطر قلب، ننطر عين، تنطري احساس، تنطري تنطر كارت شيك، تنطر كارت بونكير، تخلي له داره، فهمت؟ انا غنيه ونحب الهديه. اويلو مال هاك ولا احمد سفيان؟ اويلو مال نحب الفلوس. اويلو مال والله اويلو مال مالي مالو. يا سفيان شو اسالك؟ تخيل روك فيني تنطر لك تعرضك وصفية تنطرك نورمال تخليها؟ والله انطريني انطريني باللبناني، انطرني باللبناني ولا انطرني بالتونسي يعني؟ باللبناني شيني انطرني يعني استناني استناني معنا استناني لكن انطرني انطرني بالتونسي. روك ناخذ بالمناسبة نداء للرجال التوانسة، ما عادش تخرج وحدكم، ردوا بالكم، ما عادش تخرج وحدكم رجال التوانسة. بالحق بالحق، ما عادش هذه تخليك بالحق تطلق صيحة فزع. بالحق اليوم الراجل التونسي ما عادش تحوس وحدك بعد السبعة، راه مزمر عليك. وسي البلدي سيدي الغالي النطرة ذي ما عادش نتاعنا سيدي نوفل. احنا كنا نخرج وين وكبوس نتاعي لحظة برك يعني. كبوسي الغالي سيدي نوفل، احنا كنا نابطوا لسيدي بوسعيد، نابطوا للمرسى ندولشوا على البحر، وكانت الدنيا محلاها تشوفك الجبايب والقفاطن والفوطة والبلوزة وفهمتي وكاليس ماشي كاليس ماشي كاليس ماشي بركاجيت. وين بركاجيت؟ احنا مانا مسكرين عليه ماك جماعة هذوكم. الكرم سيدي نوفل ارجع لتالي ما يدخل حد. والله راسيست احنا تلمون راسيست. احنا بالعكس احنا بدينا نندثروا نوفل مشينا تونس تفكت وطفله ولد هكا. قبل كانت ثم زوز نساء كانوا بانديه شوي سيدي نوفل، كانت عايشه راجل شكون يجيبو، كانت تلبس الدنقري سيدي نوفل وتتعصفر وتقعد في وسط القهوي نتاع الحومه. شكون تشبه شكون؟ وكانت عايشه جرومه الاخرى زاده سيدي نوفل تخدم في البرت زاده كيف تخدم، تهز تلبس الدنقري وتهز شكاير سيدي نوفل. اي هذيك مرة تخدم على روحها. يصيروا يصيروا براكاجيت في اللوزه لوزه شو مكه
بركاجات احنا الحمد لله يا ربي ريت علاقتنا في اللوزه كيف حتى تتبركاج بركاج في الحوت في بركاج في كيلو سمك صحيح في الليل مش واحده بركاج معناها يبدا شقف داخل فهمتي ولا شقف ويراك عليه شقيف واحد اخر شقيف فهمتني ايش عندك جبت سلعه مثلا نقول لك عباد كرفاتك عباد كذا يمشكوا بعضهم معناها تاخذ انت ما عندك شويه تراك تراك يعني سيرو تخاك كل واحد واختصاصه غادي دروك حوت دروك ايكونومي دو تخاك تراك هذه هذه مش دروك حوت حوت تخاك ليكونومي دو تخاك يعني نتبادلوا يعني انا نعطيك حوت وانت تعطيني مثلا ما نعرفش خضره انا نعطيك سكينه كل حوت بلا فهميني فهميني انت ما تحبيش ركزي معايا ركزي معايا والله انت مش حاب تفهمني والله نبدلوا الكمية نبدلوا الكمية استر مسطر لها استر تخاك لو تخاك احفظها وليد لحظة سفيان قبل ما يمثل يشدوا تخاك توصية الوحيدة رجال ردوا بالكم على رواحكم يا رجال يا مين 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 لا لا ترام تعدي مكشوفيها لاباس تحكي معايا اجي احكي معاك انت تشوف في حد اخر في التاريخ العام دي انا وحدنا وحدنا اي وحدنا شي مشكل ايش ما ندى وحدنا اي ايش بيك انت وحدنا ما ندى بركش اي لا لا اي تفتف روحك تفتف روحك ومدك السويك واكل منقيله واكل خويت ما هي شبي صاحبي لاباس لاباس شنية قلت قبيله شنية اعطيني شنية لا قلت لك ما يجيش معناها ما دام ليل واحنا وحدنا معناها الراجل يبراكي المراه في بالي هكا في العرف نو ليزي بوحناك ومزلق شعرك وتحب تبراكي صاحبي شو اسمعيني يعيشك من فضلك من فضلك شنو السكيزوفرينيا هذه اللي عايشين فيها شبيك ماما شبي ماما شبي خويا يا ماما اسمعني اسمعني اسوي نفسك اسوي لي نفسك مش شبيك ترى شيش مش نرى تليفوني فابري مش فاهم اكبس اكبس روحك يعني ما يجيش هكا راهو ما يجيش هكا راهو ظلم هذاك والله ظلم قدام ربي وقدام عباده كي ما عندكش اخواته رجال في عمري عنديش عنديش وما تطولش الحديث اللي فوقك بابا لله ميبوسك خويا هات فلوسك هات فلوسك لله ميبوسك امشي لله ميبوسك علاش ما تبوسنيش انت اذا مش توقف مش نرفزني يعني انت برشا توا جيت ناخذ ونخطو في كلمه نفدلكوا شويه نفدلكوا يا ابو كرش ما توترنيش لنفشك صاحبي تقعد تفشيني راجل كبير هكا تو مش معقوله ايش بك هرب انت ايش بك ترعش والله لاني نرعش يكبس روحك والله مكبوس والله ما تو باللوجيك اقصر باللوجيك باللوجيك في يدك ثلاثة ثواني وي وتمد اللي عندك اوكي والله ينكسب والله العظيم ظلمتني والله ظلمتني والله ينكسب شيء عندي شو مارك دي شو مارك ما امشي ما منين الشركة ذي تنقيس تنقيس ناحي تنقيس ناحي لا الشركة ولا النجم نعطيها لك قدر ما تخرج من راسي عليه كيف لبستها كيف لبستها ايجي لبسها وما ادركوا لي راسي مش عارف مش عارف لا يزي فاشل زي الضامر يعني مش فاشل ما نتاع ما تجيش بتاع جوري ومنين المنقيله تا شفتها تنقيس دوري جينا ذي دوري مي فاصولا سي تفضلي تنقيس صبات ذي منين تا لا لا عاد لا عاد عيش تنقيس تنقيس شو تقيسي تاع رجال هذا ايه بطبيعه نتاع رجال وانت على تلبس فيه مالك يوم تاع رجال يعيشك اسحب كلمتك قلت الصبات متعرف راجل وسيد رجال ديجا سرقت هذه هاو بلانتي بلانتي لا يزي سيرك زيد في يدك شمعة ما بهمك تفضل ايه تفضل ايه تفضل ايه تفضل شديني شوية خاطر ما نجمش شد روحي راجل كبير البركة فيك صاحبي البركة فيك البركة فيك دايما ربي علاش فما شكون توفى سيقيك صاحبي موتة عندهم 10 سنين ما تشمش جب بروح هاي بروح خليقتك ما عاد تحب الرالي تي بروح ما ركك تي بروح
لا القطاع تمش في بروح. تاكسي. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. خلينا نزيدكم خبر آخر في كثر الغش يضحك. خبر كلاسيك في فترة متاع قبل رأس عام، حجز مرطبات مجمدة وشوكولاتة وعجينة منتهية الصلوحية، حاجة كل رأس عام تصير. والله حفظناها أكثر من اللي حفظنا شوف لي حل. الموت تعاود معنا عندنا 20 سنة حاجز حفظناه رئيسي معناها. يظل حتى اللي في الوزارة يهبط في الأخبار أخبار عمناوي واللي يبدل الرقام وكاو مع نفس الغشة رو. ما تخيل أنت قبل 20 يوم رأس العام قطويت مجمدين. إحنا نعرفوا اللي هما موجودين، علاش ما نعملوش قطو في ديارنا ونعملوه بقل سكر وبقل تكاليف وبقل كريم ويكون حاجة هيلثي، نعملوه بالفلوكون دافوان، نعملوه بالبات دو فارين هذيك السمرة البراون، علاش نقعد نعملوا تشيز كيك نعملوا بانكيك. لا يرجعوا لنا تلفزة تي في فرونس 2 هذه يرحمونا. والله انا نحس روحي ساعات مع من نحكي مع ربي باش نخرج بيك على الموضوع. خويا نوفل ليه اعملوا في الدار جاتو ولو مال؟ وينو المشكل كي تعمل جاتو في الدار تعملوا جاتو مجمد ساعه وليد فيه برشا خطوره. اي بيان سور كي جانواز هذيك شنو برشا كي تاكل الجاتو مجمد ثره خبز جاتو ثره احسن خبز راس العام كليتها السنه. حاجه مزيانه والله مزيانه برشا بنينه بالفريز بالفريز وبالفزق فزق فزق. وكلام عكس سفيان. سفيان كلام بالذات ثبت بالذات السيب في الضويق نتاعك. هذا ماسك لاصك ما يسماسك فيها كريم فريز مزيان كريم فريز. وتاخذلها تاخذلها قذوذ نضربوا قذوذ نبدو نضربوا قذوذ نقايعوا نضربوا في القذوذ بيض. هذا اخرى الخبزه نتاع القطو معناتها هذا مهثوس هثوس تتقلب ولا هثوس ظاهر ظاهر حط تين دا. انا عندي دوسي راهو معناها باش نخرج لكم منه معناها. دوسي على شكون؟ دوسي على صفاء. يا راسي ليتها صفاء بالحق بالحق. ليتها عندك؟ لا لا بيان سور وراهو قدره ربي والبحث متواصل خويا احمد متواصل. ان شاء الله نوصلوا الحقيقه ونوصلوا التطاور في بيك اللي المدام اللي عامله ستيل كذا كانت وزن الفيل هذايا فيها تنمر لهنا طحنا في التنمر راهو توز ال 100 لا لا ما فما حتى تنمر تنمر والله تصور موجوده لا لا ماهوش حتى جيت باش حتى باش تغصورها طحت في التنمر ولا لا 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 انت اعمل انت خلي يكمل كمل كمل وبعد ارفع كانت وزن لا لا لحظه كانت وزن ثقيل عندها الحق ما نقارنوش بالفيل احتراما للفيل دونك كنت قعدت 8 شهور يا نوفل قعدت 8 شهور عايشه على الخس والحشيش باش ولات كيما هكا. وريت انا كل فخر انا كي روحي اكسبلوالي عملته الى سيلويت اللي انا جي كبار لك يا مدام اكسبلوا يا مدام اكسبلوا جيك الضرب يا مدام كمل كمل كبار النفخان والشفايف وكذا صدقني نحبك تعطينا الصحيح على خاطر انت من غير نفخان راك تشبه لشاب صليح. اذا كانت نحى نفخان وشفيه بالحق راهو فيه شاب صليح دوني ليه مش دوني اما انا دوني اي اما بالحق كنت 110 اي وصلت في قداش نقص 8 شهور 8 شهور اي شو تيبر شو عملت يا صفاء؟ ريجيم 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 وسبور يعني عملت حتى عملية ينجم يولي كيف هكا سفيان ينجم كي يحط في قلبه بالكدا حتى يتوب عليه ربي اه ينجم يكون والله عملت ايفور جيب التوبه. اعطينا اعطينا شنو تاكل وليد يعرف شنو تاكل الصباح؟ تاكل تومات سوريز صباح صباح محشيه بال فلوكون دافوان بتيت فلوكون دافوان مش الكل اه اي بعد نوفل تعمل سلاد بيان بريسي امورتيسي بالافوكادو شويه بركه شويه بركه الافوكادو بالكينوا شنو الكينوا؟ يعني مش قاعد كذا تينا هذيك بسوه هذيك الكينوا كينوا ولا الجراند دو شيا ولا لا مش كنت ماشي مريقل تو خدت علينا الساعة في الليل في الليل تاخذ شطر كعبه تفاح اي شطر هكا هو وتاخذ معاها نوفل اكل الاكل كيفاش نسميها اكل جرانولا اي جرانولا اسبيح الجرانولا لا شيء نجم تتعشى شطر كعبه تفاح سفيان سفيان اسمه ما يتعشى مقارونة شطر قداش صرفت فلوس باش تضعف لا هو راهو الريجيم صراحة صراحة قداش العملية قداش
ليه ولا عملت عملية؟ الناس تعرفني تعرفني أنا ما عملتش عملية. وأنا قديش نقصت من كيلو؟ المرة الأولى نقصت 30 ومن بعد زدت نقصت في اثنين، يعني أنا أون تو بوغ تو تو نوزن 67 كيلو، نحي أنت 110 منها 67. واو هذا سكسس ستوري، سكسس ستوري يس بالحق والله. نقول لك حاجة نحب نعطي أنا مساج بوزيتيف للعباد. والله خلينا من فضلك يا سفيان نوفل بس حاجة، والله نقرا في كومنتير المرة فاتت على تصوير صافي ليميسيون، فما شكون حط والله بالحق حط كومنتير قال يا تجيبونا في الانستغراموز متعودني هذوما بالحق. فما ايماج راهي البنيه صحفيه بنت معهد الصحافه غايبه لبسي، فما ايماج غريبه برشا في تونس، راهو مش راهو مش اي طفله معناها شبابه ولا هي بروحها راهي ماهيش والله بالحق خاطر ليه الكومنتير ليه مش عليك انت يا اخي كان انت مزيانه دي فهم سبع معلش قرار لحظه واضح كلام مش حقيقي علاش خذيت قرار باش تضعف؟ الحقيقة جيتي إكارتي من لونتين بور أون سيغتان بيريود، حطيت في قلبي. برافو واضح والله برافو. قلت المجتمع ما يرحمش. لا مش المجتمع طلب زعما ترحم. العرفات ما يرحموش. سفيان عمل ريجيم وتخلي ترينا في صالة زاد 17 كيلو. وتونا خلينا نمشيو للفقرة هذه ومن بعد نمشيو للحوارات وللجو، يلا مع بعضنا جو بارتاج جينيور. قدور الارتيست وقال ألفا يوسف ما تنجمش تكون مرجع متاع أمور دينية ونقولها حوس في الملعب متاعك الملعب الدين خطيك جينيور بيانسور خطر الرزوز الملعب خطيهم أنا انا نحشم في بلاستو قدور لارتي انا جينيور سي عم نحشم في بلاستو تحكي على ألفا يوسف يعني انت تحكي عم رجع هو زيتوني يعني قاري في متخرج الازهر يعني شنو كرموسي براسي باز ما نزلتون في الكيكة كيرثة خاطر شيكنوغ انا عليه شيكنوغ الامور الدينيه نوفل راهي امور حساسه معناتها لازم الانسان يكون متضلع فوالا نكمل قال لك وقت غادي انا زاد جينيور معناها خاطر لكل حادث حديث ملعب زويت ان شاء الله يحضر خاطر قال لك ملعب نتاعك ان شاء الله يحضر ملعب شنو تبدل فيك انت في ما عادش تبدلت لوك لوك زين ولا فلوس دارت صبغ صبغ وصبغ قمر عايشك محمد كاينه كاينه سي جونتي دو تاباخ كاينه كاينه الحمد لله الحمد لله احمد جو بارتاج ولا جينيور؟ والله انا بون قدور ما نعرفوش شخصيا يعني لكن انا جينيور على خاطر ما فماش عبد وصي على رايه في الدين معناها هي حره كيفاش بتعطي رايها معاها ولا ماكش معاها هذاك موضوع اخر انا بيدي نجم نكون مانيش معاها اي واضح اي اما لكن ما فما حتى حد وصي على الدين هذايا التيران نتاعك وهذايا مش نتاعك واضح سينو احنا ما عندناش ملاعب في تونس ما تعرف مكسوم لنا رادس نلعبوا فيه الماتشات الكل الحصص هذا كلها دخلت معها دين على على ثقافه على بالليل ليلى الشابي نحب نعرس ونحب راجل نعبي به نعمل به جو مش كوبي سفيان جو بارتاج ولا جينيور؟ جو بارتاج وي جو بارتاج اي جو بارتاج نحب شكون يلعب ليلى هذه خاطر راسه تاع البيجو نوفل شو راسه تاع البيجو بلا باش تاخذ وحدي نفس مثلا سفيان مرأة انا راجلك شو تاع البيجو جو انت تجمش مثلا شو تحب معناه مثلا انا كان جيت مرأة اي نطلب راجلك او راجلك نطلب لاجونس تاع الرجال الو عسلامة بربي ابعثوا لي راجل نحب نلعب به شويه صاي بعثوني صاي انت هو بعثوني اي بعثوا لي يا والله فريمون هذا هو هذه هي هذه ترى يجي يجي خلينا نلعبوا في السطح هاي تفضل يا والله مش نورمال مش نورمال تحب نعمل لك تحب نعمل لك تحب نعمل لك ترى اعمل لي شو تحب نعمل داندون يغني في عرسي شو تحب نعمل لك؟ شو تحب نعمل لك؟ يا حبيبي والله مش عادي ترى جمال لي هدر جمال اللي هنا نادر شو تحب نعمل لك؟ شو تحب نعمل لك؟ يا ربي يا ربي يا ربي اعطيني فزات من عندك فزات من عندك فكرون فكرون ترى هم فكرون ترى ترى فكرون وا شو تحب شو تحب ترى
بردني فانتيلاتور فانتيلاتور فانتيلاتور. لا لحظة لحظة اقعد فيكس. لا فيكس ارتاح شوية ارتاح شوية. شو بتحب نعملك حزوخة؟ شو بتحب نعملك؟ منعش انا اقترح اقترح. شو تحب مثلا نعمل لك مثلا عمل لي بطريق بطريق عمل بطريق 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 بطريق. يا حبيبي شو تحب نعمل؟ تحبش حاجه نعمل لك انا؟ تحب نعمل لك تلفزه؟ تحب نقول لك تلفزه؟ بدل قنوات بدل قنوات. شو تحب؟ اخبار شو تحب؟ هات اخباري. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الاخباري. شو تحب؟ شو تحب؟ غناه غناه غناه. أخسمك أسيبك لا وجوا الروح حتف. شو تحب؟ شو تحب حاجة أخرى؟ شو تحب؟ شو تحب؟ مقوات زي ذي. شو تحب؟ عجدي أعطيني أعطيني كرة 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 وترجع كرة لي مساك متعب توسي وتسويب جول 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 جول. زلت فيه شلطة برك. ترجع هذا شو تحب سيء ها؟ سيء تذك علي يا شيخ ايش نحطك في شيء؟ اسمع هاي نعمل لك ميت ها؟ لازم نعمل لك ميت طبعا موت ايه؟ الله يبارك. برافو هي روى مشكله ليلى الشابي سبونتاني تحكي اي خانها التعبير نتخيل لا مش خانها هي تحكي سبونتاني وكاو قالت لك انا كبيره ما نحبوش صغير زيدا نحبوا في ليه ما خناش تعبير تتقال الكلمه مشكله انا ما فهمتش علاش مش تمام لا 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 مش تمام تتقال معها جو ما نحبوش كوبي هي قالت نعمل به جو تتقال مش في اللي كي تحتاج الحياه تاخذ راجل سامحني نكد عليها تنقصنا نكد احنا في حياتنا سيدي جابش تعمل تضحيات باش تعرس شنو لا شيء سامحني المراه باش تعمل تضحيات كي باش تعرس يتعمل معاه يوم رايس ومو كومبونسي المراه تعمل تضحية الزوز يضحيها ايه يعني باش تخلى على برشا حاجات في حياتها وهو ما باش تخلى على حتى شيء تخلى على حريتها على استقلاليتها الماديه والمعنويه جو سوي فيمينيست بداش اوه اوه انت زاد سامحني زاد شنيا باش تخلى ما تبداش تقول كلام معلش معرفه مش حره ليه حره ما كومي مش كيما ماهيش معرسه اموديفي مش تتخلى اي اموديفي فوالا اي برشا مش شويه مفهومك غلط معناتها هما يبارتاجيو شويه حياته ويقعدوا احرار في شويه عادي اي ما فيها بيس كي تفرهدوا قالت نعمل جو معاه شو مش كنت نعمل جو باش نعمل راجل باش نعمل به المكد والمشاكل ايش نعمل خاطر انتم تمقعرتوا فما ايغوني في الرياكسيون تاعكم على اساس هي شيئت الرجل عندما تقول بالزيني من الرجل والذكورة وشيئت وميأت حتى انت ما هي ما تقصد يظهر لي يظهر لي صفاء ما كنسالي تشارتو ياسر ماشي ونسالي تشارتو ياسر بلا تصفيق عليهم تصفيق عليهم تصفيق حار عليهم عزيزتي عزيزتي تعرفي قديش توحشتك يا روحي تقعد ساندويتش هذا مالا شنيا ذاك؟ مش قلت لك انا حابين المرقيز والسكالوب والمول والكروفيت وكعب حوطة مول؟ يا بطي مزة اللي تحكي عليها هذا ساندويتش هذا ايش بيك يا اخي؟ وينو الكريب؟ يا بطي كولي تو نجيب لك الكريب قلت لك توحشتك خلينا نحكوا شوية عزيز اسمعني بعد هذوما جيب لي شبراوي فريز شنيا؟ شبراوي سيترون وبريت تي وتيراميسو تيراميسو تيراميسو؟ انت تيراميسو؟ انت تراح شيش اربع اكترات نسيبك تاكلي وحدك نورمال في مخك يبتي شد برمان اللي مخرج ها وراسي كولي ها كولي ها كولي كولي يا يا طب خصني على طرف ساندويتش فضلك معاك كولي بركة كولي بركة عزيزتي وي عزيزي توحشتك انا حتينا توحشتك برشا اعطيني يديك وحشتك قد الدنيا يعني قد الدنيا حتان عزيزتي ربي يخليك ليا وانت زاد عزيزتي عزيزتي اعطيني يدك شنو هي؟ قلت لك اعطيني يدك معطيك يدي اي والله ما تمسهم الا بصداق ليه نحب نشدها شويه كاو فو باهي نشوفك كاو
شوف بعينك وموت بقلبك. قل لي الصباح هذا مش يجي فيه ختم الماسة واني براسلي اسمها فردة الماسة؟ فردة ليدا ذي صدقيني تجي فيها مونوت ويبدو يطلعوا فيك في الباقة مع ناظر هذي اللي مخرجة ما معاه. قولي 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 عزيزتي. هي عزيزتي عزيزتي أنا خايف لن نجي نخطب وداركم يرفضوني. علاش باش يرفضوك؟ أنا حكيت لهم مع الظروف الكل وهم يعرفوا لي أنت فارس أحلامي. ما عنديش باش ناخذ الذهب عزيزتي أنا خاطر. وعلاش الذهب؟ ناخذوا حتى فضة بلاكيور المفيد نكملوا مع بعضنا. عيشك عزيزتي. نحب نكملوا مع بعضنا ونبنيوا حياتنا ونستقروا ونجيبوا صغيرات. عيشك عزيزتي. ونعيشوا بالموجود احنا. الله ينحيك عزيزتي، الله ينحيك. عزيزتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شنيا ذايا شنيا؟ انت شنيا تو؟ اسمعين. تقبلي كي نجي نخطبك هكا ونعطيك خاتم فضة؟ شنيا؟ فضة؟ بساعدك. ويه؟ أنا ذهب أبيض وذهب أصفر تاخذ لك البلالة اللي هوني ألماس. بلالة؟ مش تحطيهم البلالة؟ في وذني. في 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 وذنك ترى؟ يا بنت انت الشحمه نتاع وذنك اكبر من باب سيدي عبد السلام. نحط لك صابون، نحط لك الثريا، نحط لك بورتكلي في وذنيك. خي نورمال في مخك انت. قولي قولي. يشرب يشرب يشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. عزيزتي. يا عزيزتي ماك تعرف انا ظروفي ماشي هي. تنجم تعيش معايا عادي على المترو على الكار؟ نعملوا ماخش نمشيو على سقينا نعيشوا رومانسية أكثر من اللي احنا عايشينها. المفيد نكملوا مع بعضنا. هذه الفايدة. لا ينحيك عزيزتي لا ينحيك. ملا جيب داركم غدوة ايه؟ إجا اخطبني من دارنا ونعملوا حاجة على هكا على الضويق كاتبين صديق في الدار المفيد نكملوا مع بعضنا. باهي والله قد نحبك. حتى أنا نحبك والله. نوعدك عزيزتي نعيشك نعيشك أسعد مرة في العالم عزيزتي. عايشك إيه. خليك ليا يا رب. عزيزتي عزيزتي انت تقبلي هكا ركبك معاي في المترو؟ وين تركبني؟ في المترو. فاغونة وحدك. فاغونة. انا انت تحب تمرمدني؟ وين؟ لا انت ساسوفوا ساسوفوا انت تحب تمرمدني. انت تحب تمرمدني شو بس اقول لك؟ نحب كات فوا كات كات فوا كات رانج روفر. شو اسمها؟ فيلا. نحب كات فوا كات رانج روفر فيلات. انت كات فوا كات رانج روفر فيلار يا بنتي. ستيل متاعك رود سكور متاع كار انت نورمال في مخك. ونحب دار في بيسين هنا. دار في بيسين. وناهو عزيزتي البيسين اللي باش يهزك. انت فسقية الأغالبة ويا ربي تهزك. حبي حب نلبس لك بيكيني؟ ها؟ بيكيني. اش بيهم قام هذو؟ انا صباع. سويد هذوما. تلبسي لي شنيا؟ بيكيني. بيكيني أول حاجة اسمه بيكيني. بيكيني اسمه. وين باش يجيك أنت البيكيني؟ تجيك في ضبوطك أنت البيكيني. تعليها فيلم الرعب هكا يا ربي عليها فيلم الرعب هكا عليها. أنا في المرابة مواندي 18 عام. عزيزتي. وي. نحب نمسك. مس. حيت حيت. قداش مرة قلت لك؟ 20 مرة قلت لك اللحية بتاعك عجماه. تربي في النور. أنا نربي في النور في السر. فاش تربي في السر بالله؟ فاش تربي في السر؟ أنت تربي في الدعاء. تربي فاش تربي بالله؟ فاش تربي؟ يا سمعين ما نجمش هكا نعملوا عرس خفيف هكا نعملوا كاتبين صديق في البلدية ونروحوا. شو باش نقول لك؟ شوف. في عرسي. جيب لي نور شيبة أباي زازا لطيف العرفاوي وأحمد سعد. أحمد سعد يا بنتي أنت جيب لك كلايب بي بي جي يكلاشيكنا الأرز بعدهم يخذ الصراح عشتاسيون تباين الضيبع وعضب في الموسيقى مصد بنا حشمي ربي بعضين. نرمال أنت في مخك. نرمال يا بنتي نرمال. عزيزتي وي أنت تستاهلي حاجة برك والله العظيم. أنت تستاهلي.
فينا بالهم والهم برضاش بينا. يلا جو بارتاج ولا جينيور القبل الاخر خاطر الاخرانيه قالها احمد لندلسي باش ننطلقوا معاه في الحوار في الجزء الثاني من حصتنا صالح الفرزيد. اسمعوا محلاه الكلام ما نعرفش محلاه ولا بيزار. زواجي اللي عن حب ما دامش واللي مش عن حب دام قرابه 38 سنه. وبيلال جونيور انت غريبه ما الزواج بيها جونيور مفهوم الحب باقي عنده. سفيان انت عرست كبير في العمر وي لا لا اي انت عرست كبير خاطرك ما فهمتش الحب ما لقيتش الحب ولا يعني ما واش بك انا كيفاتك يعني شنو عرست كبير سفيان كبير عرست كبير ولا عرست كبير صحيح عرست كبير على الشباب جي اوبليي نسيت عادي نسيت ما فطرش جو بارتاج انا جو بارتاج مادام ديما 38 سنه ومش عن حب سي بيان شنو يعني انت زمان انت قاطع يعني لو فما ما اهم الحب تفهموا شويه عمق صحيح والله باش تعطيك العمق نتاع العمق نتاع العمق صحيح زواجي اللي عن حب ما دامش ينجم يكون معناها حبوا بعضهم وكيما موجودين طلقوا العباد عادي معناها وزواجه اللي مش عن حب الحب الصحيح والرسمي واللي يمشي ديريكت في العظم هو الحب بعد الزواج يزي امان من العقليه هذه لا 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 عليه يحبوا بعضهم شيء مش يزي من العقليه هذه شنو التخلف راهي فيها لا ما عندها حتى تخلف لا شوف اسمعني يا اختي صفاء لا لا انت ما زلت صغيره ربما لا نظريه متخلف في امان به سافا هذا الخداع لي ترامبي سون فرونبي بوتوكس كل هذاك شنو بالحق بالحق سامحني كيفاش انت مش حبه الحب يجي بعد العرس كيفاش يجي بعد احترام اللون بعد حب بعضهم يقول مش تراه احمد تفضلها يا ابو حميد انا بالنسبه لي انا الباز هو الحب فوالا برافو برافو يعني ينجم يكون هو سعيد ماهوش سعيد عن حب بون بوان دانتيروغاسيون ممكن مستقر لكن فما دي فما راهو دي كا دي زيكسيبسيون هكا يكون معناه متهني 40 و50 سنه ومش عن حب لكن فما حاجة ناقصة مفهوم لهنا يختلف من حد لحد فما حاجة ناقصة بالنسبة لي أنا الحب هي الباز من بعد الحب أكيد باش يكون العشرة وال 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 لكن مبنية دائما على الحب خارج كل شيء من الحب سفيان والله ايش باش نقول لك وينو في الوين تي بارتاج ولا تي انيور ساعة يبات في الشارع هذاك كان يبارتاج كما قال رميتني في نحب نسألك مثلا عزيزك اللي تولد بسني هذاك عرس عن حب بمماتك ولا لا؟ لا اعطيني انا منهم الاول خاطر عرس طون دو فوا فهمتني عمل لي دريبات على الحب دريبات من تاع جرب منها عرس برشا دريبات بسنين اربع ولا خمسه مرات شوف سي نوفل الخامسه ركحها والله يا متشد مانيش شاد الحساب من الخامسه يا سي ال ورقان الحب مهم بقى راهو زاد فما زواج ما بداش بحبه ما بداش بكره زاد راهو بدا فما اتيونس لو مينيموم عارف على بعض الملحفه خلينا نكمل جملتي للاخر ومن بعد قطع يعطى شعرك انا فهمك وين ماشي راه اما راهو كلامه واضح ما قالش بعد الزواج بالعشرة وليت نحب الحب يعني مش هذا موجود واللي مش عن حب يعني حب ما فهم مش موجود 38 سنه فماش حب هو جاب كاين انا كاينها قاعدة علمية معناتها كذا، مي مش غاديكا فهمتي، خاطر أنت تو باش تتعرف على أي واحدة باش تاخوها. باش تعديه فترة معينة نتاع خطوبة نتاع أنت عرست عن حب؟ من الأول مش عن حب. تعرفنا لبعضنا، قربنا لبعضنا، لقينا تبايع قريبة لبعضها. قرود عدى. لقينا برشا ارتياح. وبشوية بشوية معناتها يعني هذايا في التعارف ما فماش حب ولا عرست وما فماش حب توا فما حب توا يا شبيك شي توا الواحد يقول في في المركز يبحث لا لا يزم توا فما حب تجاه المدام بيان سير بيان سير ما نتيقش فيها الشوكة أنا ذويكا فهمتني لا توا زيدك حاجة بركة هو الراجل في الحب راهو ما رجع يعرفوا الرجال يتعدى بثلاثة مراحل في الحب اللي هو المرحلة الأولى يعجبون النساء الكل. اي. المرحلة الثانية تعجبوا واحدة برك. المرحلة الثالثة يعجبوه النساء الكل لكن الواحدة ذيك كهو. لا لا أما بالحق بالحق. عملوا لنا وليد سفيان عملوا لنا كوبل معرسين مش عن حب. اوكي. فيش ديم. هكا هو. شنو هو منش؟ هذه تمشي بلدي تمشي منش. اه باهي. راس الهم. مصيبتي. اليوم 22 ديسمبر باش يفكرك
يا يفكرني يفكرني تاريخ هذا ما ننساهش. اي هذا التاريخ. لا لا هذا التاريخ عيد وفاة عرسنا. يا حمد الله حمد الله يا ربي 38 سنة لا جات بيناتنا كلمة نحبك، لا جات بيناتنا كلمة محليك، لا جات بيناتنا كلمة يعيشك حبي. حمد الله عايشة في الهم العينية. الحمد لله يا ربي. همك يزيد عامل وسط القلب زيد كل يوم حبي قرهك يزيد عزيزي راس الهم. اسمعني وين سيبا نسألك سؤال جاوبني بصراحة. بياشير لا قدر الله لا قدر الله نجم تجي نهار هكا وتولي تحبني تو؟ هذا كلام هذا كلام. أنا نوصل نحبك أنت؟ أنا نوصل نحبك أنت؟ قطع قلبي أنا عايشك. مشي تروف عايشك كيف تو هذا عشرة رانا عشرة عايشك. سؤال أخير. أنا سؤال أخير تنجم مثلا لا قدر الله هكا نهار من النهارات توشمني هكا في زندك ولا حاجة؟ مصيبة ما تقولش الكلام مصيبة. أنا نوشمك أنت؟ قصة إيدي قصك نحطك على لحمي. عايشك عزيزي عايشك. أنا فرحانة برشا 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 وعين الحسود فيها عود. بركة بصعبك الله لا تربحك. أنا الله يمرمدك الله لا تبارك لك ربي يذلك ربي الله لا يخليك الله لا يخليك ليا إن شاء الله. الله يحرمني منك دنيا وآخرة. عايشك بري ربي يذلك ذل. الله لا يعطيك ما تتمنى معايا إن شاء الله. يحرمك من جميع ما فما. الله لا نتعاشر عزيزي. الله لا يرقدي يا عزيزي يا عزيزي إن شاء الله ما نموتوش جملة يا ربي إن شاء الله. الراك ديما عايشة في المرار. يا راك تراب الزنزيحة التالي ليس القدام يا عزيزي. يا عزيزي غالية يا الراك كميون البلدية ما تخلف كان الريحة وانتونية. يا رب العالمين يا راك جيفة. عايشك عايشك يا راك ذبيحة قدام الناس. يا راك تمشي وتتعثر كالسردوك يا رب. يا راك مقزومة في زوق. عزيزي حاب نقول لك حاجة بركة. قل لي. يا راك تهز ساق تغرق الأخرى. والله حشمت يا روحي. الله حشمت. اسمع إن شاء الله تغرق بكله. سلسلة الدعاء هذه برشا كبيرة برشا حب تمنيوها. هذه أنا مانيش فاهم شكون فيهم امرأة. تحية تحية والله 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 والله. واش بينا عمل زوز نساء؟ ما لا هو راهو هذا الدعاء واش نعمل الدواء؟ الدواء أحمد أي نتاع الدواء هذا. اه في الدواء. لا راجل فين وراجل راجل اندمج في الدعاء اندمج ربي ربي كيف قلت لك راجل جنتلمان. والله قبليك قال لي جنتلمان بلا قال لي جنتلمان. يلا ترى باش تقولوا لي جو بارتاج جونيور احمد لندلسي السينما التونسيه بعلي تخدم على الدعم تخدم على رزق البليك نخدموا على 300 الف مشاهد كاقصى تقدير. باش نحلوا بها بوليميك مع احمد بلال جو بارتاج جونيور خاطروا بحذانا نقول جو بارتاج. انت منافق انا جونيور. علاش خاطروا بحذانا جو بارتاج في الاوف قلت لي جونيور؟ علاش انت نون باع عادش بيها تقولي نخدم بعلي يعني فيها اهانه شويه للسينما التونسيه. عندنا تبارك الله اليوم عندنا مخرجين كبار برشا عندنا ممثلين كبار في العمر. لا مش كبار في العمر. علاش يا محمد خليل البحري كبير في العمر؟ انت تحكي على خليله؟ لا نحكي على انا سينما اللي نحكي عليه مش سينما خليل. لا ما نحكيوش على خليل البحر. نحكي انت عممت لهني فهمت سيكوا لو مال في الحكايه. هو لا لا ما يحكي على السينما الكلاسيكيه سينما نوري بوزيد فريد بوغدير. لا نوري بوزيد ماخذناش دي بخي برا في تونس وخارج تونس. محمد زران تو نحكيو جو بارتاج ولا بارتاج؟ انا اكيد اكيد جو بارتاج على خاطر فما نوعيه نتاع مخرجين ياخذ الدعم يمشي يعمل به نوعيه نتاع افلام وكهو بعد يدور الفيلم يعمل بشطره نوعيه افلام. اي فوالا صحيح هذاك هو سعد. انا زاد جو بارتاج معناها خاطر كلامه صحيح. بون سعد ديما الكلام الحق ديما يوجع فهمتني اما هذاك هو صحيح وهذاك هو الموجود. سفيان جو بارتاج البعلي البعلي في الثقافه موجود في الميادين الكل كلها بقاور واعطي اللاور. دايور احمد واحكي في الموضوع هذا وباش نقارنوه بنوري بوزيد اللي جاي عند زميلتنا مريم نهار الاحد اللي فات. دايور انتم كي تعملوا فيلم سواء انتم قايس كذا فجأة تقروا في فيفري تعملوا تبداوا تصوروا في مارس يوفا في ماي تعرض في جوان هبي
فيلم في 6 شهور، ألورك فما جيل من المخرجين فيلم 6 سنين باش يطلع، 6 سنين في الدعم وفي الكذا وفي الإنتاج والمنح وال معناتها 6 سنين على خاطر هو الفيلم السينما دوتور، السينما الكلاسيكية ولا السينما التونسية القديمة، السينما المؤلف، السينما المؤلف تقعد برشا على خاطر مش في الكتابة ولا تولي ديكريتور ولا ناس قاعدة تخدم، لا لا يعمل دورة باهية في العالم باش يلم لي فون ماكسيموم نتاع فلوس معاه، يستنى الدعم زاد كي تصب دعمك شتو باش تاخذه، معناها باش تاخذه بعد عام ولا بعد عام ونص باش يشب لك الدعم، هذاك علاش ياخذ برشا وقت. ما فهمتش علاش انا تشوف فيها غريبة نحن في 6 شهور نخرجوا فيلم، ولو انه نحن مازلنا ما وصلنا لهاش 6 شهور. لحظة نحكي على ريتم السينما التونسية قبل، لا هاني قلت لك ريتم السينما التونسية مربوط بالدعم، معناها يستناو في لي فون من برا ويستنى في الدعم لين يتصب له باش يبدا يخدم، سي اوتوماتيكمون باش ياخذ برشا وقت. جوستومون كلام نوري بوزيد قلقك نتاع؟ لا ما قلقنيش، اما غلط، انا نحترمه نوري، معناها نحترمه السينما نتاعو فيها حاجات، فيها حاجات محترمه وفيها حاجات زاده ما مشاتلوش وما تعجبش داير، معناها انا بيدي فما حاجات خدمهم نوري بوزيد ما عجبتنيش، وفما حاجات عجبوني برشا كيما ميكينغ اوف، كيما معناها عنده حاجات قديمه زاده باهيه برشا. سينو اللي قالوا غلط، ماهوش وصيه على السينما التونسيه السيد نوري بوزيد وغير نوري بوزيد ولا سامي الكبيره اللي سميتهم، فيهم كبار راهو في الاخراج وفيهم كبار في العمر راهو هاو، ما عندهم حتى علاقه بالاخراج، هكاك رديتهم ان كبار تعدي ولنا فيهم كبار بالسيف علينا ورغم عن انفنا. لا نعملوا سينما تجاريه، وسينما تجاريه هي اللي باش تمنع القاعات، خاطر القاعات قاعده تسكر والعباد قاعده تهجر في القاعات، ناكد لك فما فيلم قاعد يلعب في القاعات يذولي مازال كيخرجهم السينما ما عندوش برشا من اللي خرج، ما جابش حتى 4000 متفرج. يعني 4000 متفرج راهو كارثه. اليوم المتفرج التونسي ولا يدخل لافلام معينه، بيان سور قاعد نحكي على النسبه الكبيره يعني على 90% من الافلام هذه. لا لا ما نحكيش نحكي على الكوميرسيال، نحكي على السينما دوتور، 90% من السينما دوتور اللي ما تشبهش للتونسي، اللي ما عندها حتى علاقه بالتونسي، قعدنا سنين وسنين باش خرجنا من الحمام نحن. عايشك على ذكر ربي سامحني توا نقص الحمام، لكن ولات فما حاجات اخرى. التونسي كي يدخل يتفرج في فيلم فما لي سينيفيل اوكي بما فيهم انا نجم ندخل نتفرج في سينما دوتور ونجم نفهموا الفيلم ونخرج نتناقش فيه عجبني وما عجبنيش، لكن راهو السينما مش معموله ل 4000 ولا ل 10000 نخبة اللي نفهموا سوا ديزون النخبه، السينما معموله للناس الكل. واذا كان انت اليوم قاعه سينما ما تنجمش تدخل عباد وما تدخلش فلوس ماهيش باش تعيش. اليوم ناكد لك معناها التونسي يدخل في فيلم بعده الثاني وبعده الثالث وبعده الخامس والخمسه افلام ما يلقاش روحه فيهم وما يشبهولوش ما عادش يكره هي. مثال وفما ناس سبقتنا راهو ماناش نحن سباقين ولا لولانين ولا ديما نفس الكلمه نعاودها لا ندعي البطولات الزائفه، فما في دشرة عبد الحميد بوشناق وفما افلام سبقتنا ونحن خلطنا خلوط احنا وغيرنا، وتوا اليوم مجمع القوبانتيني قاعد يخدم في الكوميديا وماذا بيه اكثر احنا وغيرنا. نهار اللي تولي القاعات السينما مربحه وقاعات السينما ترجع الفلوس وقاعات السينما معناها تولي تدخلك فلوس، ثم حركيه انفستيسور باش يولي ينفستي في قاعات، يولي يحل قاعه ولا يحل اثنين ولا يحل ثلاثه قاعات، كي تولي فما حركيه وتولي فما فلوس وتولي السينما التونسيه مربحه، سي اوتوماتيكمون وزاره الثقافه ما عادش عندها الحق باش تعطي دعم. وزاره الثقافه اللي تعطي به دعم تمشي تنفستي في الانفراستركتور المهدرشه ومكسره وحالتها حليله، حط الفلوس هذيك في الانفراستركتور، ما كنت تعمل في السينما وتجيب جمهور ومعلم تاع سينما برا خويا اخدم وحط فيلموك في الصالات ووريني شنو تجيب. واضح معناتها خلينا نكمل سؤال لاحمد. نهار 3 وزيره المراه استقبلت فريق فيلم خاتم عليسة يعطيها صحة، استقبلت هي استقبلتنا، مشيت انا ومجدي الحسيني والحقيقه يرحم والديك والديها معناها هي لاباز ارتيست شعر يعني من الناس اللي قاعده تتبع في الثقافه في البلاد وشجعتنا على البادره هذه، اول فيلم للاطفال في تونس وفي العالم العربي من نوعه، فانتازيا ومغامرات وابطال ووليدات صغار، وكانت حريصه على ان انه الفيلم هذا يتشاف في كل المركبات، مركبات طفوله اللي عددهم 105 مركب، وتحبوا يوصل كامل معناها تراب الجمهوريه، ونحن الحقيقه سنلبي نداء الواجب وان شاء الله بقدره ربي الفيلم يخلط الناس كل. يعطيكم الصحه، نحب تصفيق على فيلم خاتم عليسة بن سير، نشوفوا الومضه نتاعو. هذه الخريطة أمانة عندك، وقت اللي تكبر مشي نقب على الموقع واللي يلقى الخاتمة يحكم في العالم الكل. كان يتيح في يد الأشرار ينجموا يسيطروا على البشرية، هذاك علاش
قررت اني باش نمشي ونلوج على خاتم. خاتم عليسة تلقاه. انا اسمي سبيدي وانتوما؟ احنا نلوجو في خاتم عليسة. حتى عليسة مش انا، حتى نحن حموش فين اربعة ضاعوا. نوصلوا للجبال اللي موجود في الخريطة ومن بعد نرتاحوا. خاتم عليسة الكون بكل فركسيه. لو مش وقت البدا نتاعك فرصة اخرى. ليه مانيش نفادلك اخر وشكون وراك؟ متغشانا شندي هذا قلت القد تراش يا اخي هذا تزنجيلي. سبيدي استعمل السحر بتاعك. المهمة مستحيلة. أحمد لندلسي معنا. يلا بليل شوية أسأل أحمد لندلسي. أنا حبيت نسأل أحمد، أنا ما نوافقكش في رأيك عليش، وما نوافقش زادة سينوري بوزيد في رأيه، على خاطر فهمتش عليش كل واحد يعني هو يتاكي في الأفلام التجارية دونك ترجع عليه. لا ما تاكيتش. لحظة مش أنت مقلكش مستنى، هو تاكي يا أخي. أنت كيما قلوا احنا رديت فعل. لا ما رديتش اصلا. نجم خف اسرلك هذه حقيقه. نجم ناس كل يوم اذواق الدنيا، اذواق لازم نفهم الدنيا اذواق. راهو كيما تنجم تتفرج فيلم سينما دوتور، كيما تنجم تتفرج في مسلسل كوميدي، في دراما، في رعب، في اللي تحب انت. المواطن حر، مش باش نجي انا المواطنين زاده بالسيف كركرو ادخل تفرج. هذه حاجه. ثاني حاجه، ريتك تقول لي انت تنحي لهم الدعم، ضر الممثل. على خاطر يا صديقي تويك الدومين كله كلونات، فما ممثلين يستنوا فيلم لنوري بوزيد، ويستنوا فيلم للزرن، ويستنوا فيلم اكس باش يمثل، خاطر يعرفوا اللي هما مثلا ماهوش باش يمثلوا في الافلام الاخرين. نجم نسمي لك 7000 ممثل، لازم يجي الدعم للمخرج هذاك باش هو يخدم معاه الفيلم نتاعو باش ياخذ كاشي. كي تنحي انت الدعم بار اكزومبل لك جماعه السينما دوتور، فما برشا ممثلين ماهوش يخدموا راه. نجم نجاوبك انا هذا شنو نعطيك، خاطر مش تقول لي عيطوا لهم في الاخرين. لا 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 نجم نجاوبك. هذه دي كلون، كل واحد عنده كلون نتاعو. انا ما قلتش عبد الحميد عنده الكلون. تحكي عبد الحميد عنده كلون. قبل نحن كان عندنا زاد الكلون تاعنا. عنده كلون. تويك قيس عنده كلون. نوري بوزيد عنده كلون، كل واحد عنده جماعته وحد ما يعيط للاخر. معناها كان جيت تعرف انه بار اكزومبل فاطمه سعيدان والا محمد قريع ما عاد مش كلهم بطريقه راديكال. معناتها معناها هذوما الناس فاطمه سعيدين هذا رميها مع ناديه المازني ومثلت دبليو. فما نويون تاع 60% الناس اللي يعرفوهم يعملوا السينما للمؤلف، معناها مش باش تلقاهم في بلاصه اخرى. نجاوبك بليل. يلا احمد جاوب. انت مشيت معناها كانك كان ركزت في كلامي. راني ماكش فاهمني، راني ضد الاطراف. لا 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 كان ركزت في كلامي راني فاهم. انا ما قلتش ناحية الدعم تو، انا قلت نهار اللي تولي عندك انفراستركتور، نهار اللي الوزاره تولي عندها استراتيجيه معينه انها باش تبني القاعات وباش تبني المسارح وتولي عندك 50 صاله في يا تونس. يا ولدي حتى 50 صاله في تونس سي رونتاب. 50 صاله سال دو سينما في تونس راهو سي رونتاب. وقتها سيدي الكريم علاش نعطي فيك الدعم؟ اني انت عندك 50 ولا 100 صاله، وريني ايش عندك وهبت، وريني ايش عندك، شنو هي السينما نتاعك انت اللي باش تجيب انت. معناها لازمك تعترف، تطلع في التلفزه تقول سامحوني راني انا السينما نتاعي ما تجيب الجمهور وما يتفرج فيها حتى حد. انا سينما دوتور ما تجيب الجمهور. كيف تونس راهو يا احمد راك خايف. لا 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 احمد راهو نوع من السينما في ايران. فما في يا ودي شكون قال لك انا ضد سينما دوتور؟ بالعكس معناها شكون قال لك انا ضد انتجها كسينما دوتور؟ لحظه رانا 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 رقم الجماهير احمد، راهو ما نجموش نكشفوا. كي تنحي عصفور سطح 300,000 السيده 100,000 أنا أقوى فيلم ولا يجيب 20,000 تي سيبنا معناتها 20,000 كي يبدا مسلكها وقالك يهرب عليك. قالك أنا ضد سينما دوتور. هو قالك راهو فما سينما ما تشبهلكش. راهو سينما دوتور اللي قاعدة تتعدى في تونس ماهيش تونسية. فاهمين. ما عندها حتى علاقة بالتونسي. يدخل التونسي يلسي دونتي في با مش قاعد يشوف روحه. فما مشاكل ما عندها حتى علاقة بالتونسي. أنت اليوم تعرف كيفاش ياخذوهم لي فون يا بليل عايش خويا باش نعطيك روح الزبدة. يجي يشوف هذوما لي فون اللي ياخذوا فيهم على شنو باش يخدموا السنا؟ باغ اكزومبل السنا قاعدين يخدموا على الماء.
الماء حجاب على الماء الماء على الماء كثروة مائية باش معناها ساعات على التعليم ساعات يمشي يكتب لك فيلم على الماء يعني أنا ما عندي ما نعمل داخل نتفرج في فيلم على الماء يمو حط لي خويا دوكيومنتير نتفرج فيه على الماء سؤال إكزامبل راني أعطيه في إكزامبل يعني حاجة ما تشبه ليش أنا كتونسي نحكي على الجمهور التونسي هو عامل أنا سينما دكتور راني عامل كور ميتراج ولاعب في 6 مهرجانات وهسي سي سي بري 6 مهرجانات 6 جوائز هيك تتناقض في روحك لهنا يا ودي اي قلت نعم اما انا كعملت سينما دوتور عملتها تشبه للتونسي عامل كور متراج يشبه للتونسي وكي يدخل التونسي يشوف روحه وعامل سوجي يونيفرسال ونعرف ايش نحكي نعطيك الفيلم وتفرج وعاود اطلع مره اخرى في التلفزه اقول والله كلامه صحيح ما كذبش عليه في حاجه بلال عندك سؤال ولا اثنين لاحمد قبل خاطر انا مانيش ماخو فون خاطر انا الكور اللي عامله لاني ماخو فون ولاني ماخو دعم ولاني ماخو حتى شيء انا حبيت جوست اسالك حسيتك في فيلم خاتم على الليسه متحمس يعني تهبط برشا ستاتويات بالحق عندك ستيله احسن فيلم اقوى فيلم لا ما قلتش احسن واقوى ما قلت لا قلت ما قلتش قلت الاكثر مبيعا في تونس اكثر مبيعا اكثر مبيعا في تونس تاريخ فيلم كومبلي سبت واحد وجمعه سبت واحد وحاسين حبيت جوست اسالك راينا معاه ان شاء الله هي ما قلتش اقوى احسن قلت الاكثر مبيعا في تونس اكثر مبيعا مش اقوى فيلم عنده نهارين فيلم عنده نهارين ما تحسش احمد ساعات افورس تنغمس في المشروع ياسير لين تولي ساعات ياسير ولدي يا تولي متفاهمين لين تولي ساعات تبالغ معني علاش ما تخليش البروجي خلي يحكي عليه العباد وين المبالغ المصطلحات بتاع الاكثر مبيعا في تونس يخرج لك الاخر ما غادي يقول لك لا انا عامل ويكاند انا عامل 16 كومبلي انا اكثر مبيعا انا ناخذ لي ستاتستيك راه مش واحد يتكلم هكاك انا عندي دي ستاتستيك انا قريت انا كي نعمل تصريح فيلم اخر لحظه قريت فيلم اخر مهبطين قال لك انا احنا الاكثر عروضا على الويكاند انا وشكون الفيلم الاخر سميه لي انا نحكي على الويكاند لهذا اللي تعال بليل لو تقول لي فيلم باش تقول لي شكون سوبر تونسي سوبر تونسي يهبط نهار الاربعاء هبطنا نهار الاربعاء في الويكاند يعمل في ديزافون بريمير معناها عرض هوني عرض هوني عرض هوني انا نحكي لك سولد اوت ما بين معناها لي كومبلكس اللي فيهم القاعات وما بين الريجيونال نحكي على الكيف ونحكي على صفاقس ونحكي على مستير ونحكي على حمام نلف فهمتني موجودين راهم متصاور وهبطناهم فهمت ما مانيش نحكي ما قلتش انا واضح معناها راهو في الويكاند عاملين اكثر مبيعات هو فيلم خاتم على ليسا ونقول لك حاجه اخرى هابش نقول لك علاش انا نكتب ونعاود بخلاف ولدي ونحبه واللي تحب انت فهمت راني مانيش نلعب وحدي راهو فما فيلم امريكان وهابطين زاد بدي بيجي معناها في القاعات وفي لي كومبليكس يعني كي تدخل في كومبليكس تلقى عاملين دي اوبيراسيون سميهم لك تلقى ونكا عامل اوبيراسيون تلقى ما عرفش هذاك نتاع البطه عامل اوبيراسيون يعني غمين الفيلم نتاعي فهمت انا ما عنديش فلوس نعمل كيفه انا يلزمني نتكلم ويلزمني ندافع على البرودوي التونسي باش يخلط بالصغير التونسي خاطر انا في الاخر اش عامل يا اخي بالك في بالك انا معناها بيبليك حاضر باش يدخل لي راهو بيبليك ريسكي اللي نخدم له راه ماهوش انا كان نخدم كوميديا ولا نخدم فيلم اكسيون ولا نخدم كيما سفاح نابل معناها في نحكي لك على فهمت الجمهور مضمون حماس نفس الحماس اللي شفته تو ما شفتوش في فيلم سفاح نابل على خاطر على خاطرك انت في هذا منتج لا الاخر ممثل لا مثلت الاخر كوبرودكشن حتى كان دخل في بعضها لا لا يهز المنتج القضيه اقرا الجينيريك واقرا لافيش كوبرود غادي كوبرود هون مش هكاك خاطر سفاح نابل يلعب وحده وماخذ حظه انا صحيح حاجتي حاجه انه عزيز عليا الفيلم هذاك برشا يا ما شفتكش متحمس كيما هكا برجولي انا نسالك الثانيه متحمس خاطر يلزمني نوصل الفيلم انا نجري مع الزوايل الامريكان يا معلم مش تفادليك افلام امريكان افلام امريكان تعرف معناتها فيلم امريكاني للولاد الصغار انا فيلم تونسي راه ما يجيش حق معناها كري الخيمه دي تحت الممثل يعني يلزمني نعمل هكاك باش نخلط الفيلم نتاعي اخر سؤال اخر الحمد سؤال. لله اخر سؤال تو انت صديقي عندك مده كبيره ونعرفك احمد وصاحب صاحبك وتقف مع الناس الكل وتشكر الناس الكل الناس الكل تشكر فيها على بعضه اللي يعمل الخايب اللي يعمل الباهي تشكر نشكر اللي هي الضره ذي ساعات خاطر صديقك لازم تنصحه اكثر من اللي انك تضره الوحيد اللي ما عمري ريتك شكرته بالرغم اللي هو ناجح اعمله تقريبا الكل ناجحه وما عمري ريتك شكرته امشي بعد ما نزلت عليك شويه العباد شكرته اللي هو نضال السعدي مش صحيح هاني قلت بعد ما نزلت عليك العباد شكرت نضال السعدي نزلت علي العباد اي يعني بتاعي ايش بكثرت عليه يا احمد ما ياثر علي حتى لا يا احمد راك شديته اسمع راك وصلت بريود شديت الراجل معناها يكح الصباح تقول له اش بيك تكح نجاوبك اي انت نجاوبك حرام تجيش هكا وراني انا نعرف الكح سي بون بلال يلا احمد جاوب نجاوبك تفضل سيدي احمد قول لي فاش شديته في اعمال رمضانيه في اعمال رمضانيه الكل في الغول نتاعي كاين على فوق
حكينا على فوندو. ايه فوندو صلي على النبي الراجل نجح. يا ودي انا قاعد نحكي على ممثل في فوندو. ايه واضح؟ حكيت عليه في فوندو واحد وحكيت عليه في فوندو اثنين. كي خدم مع سوسن الجمني في المسلسل الاخراني فلوجه. اول انسان كتب على نضال السعدي هو العبدولي. تي هذيك من بعد. تي هذيك من بعد. شنو اللي تي هذيك من بعد؟ شنو تي هذيك من بعد؟ يعني ما نتكلموش. نضال يا اخي فكيت له ادوار باش يسبك. هو فك لي دوغ نوفل سي فغي. انا خدمت دون لي ريغل دو لار شوي تري بيان. خدمت عملت بوبليك عندي مون بوبليك السيد ذي عملت كاستينغ على الغول تاعي ما عطاوش غول واللي يقول انا جو سي با نورمال سا سي با نورمال شوي انا ارتيست علاقتي بيه علاقتي بيها طيبه. ما قلتلكش راهو ما فهمتيش ما قلتلكش معناها راهي كره ولا حاجه. لا 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 خاطر دي وقتها زاد مره في لا 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 لو سوكسي بعد ما كملت لو سوكسي دو لا مش صحيح مش صحيح لو سوكسي دو فلوجه لو سوكسي نتاع فلوجه في تنبك السوكسي. انا جيت قلت راهو كذا وكذا وكذا هذيك علاش صارت تقول لا ما تجيب حد باش تقول لي حد عيني عينك هذيك علاش صارت بوليميك كيف يجي في تنبك لا هذيك علاش صارت بوليميك على فلوجه نحكي لا مش فلوجه على فوندو في تنبك فوندو السوكسي نتاعو والحلقه الاولى دق 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 انا خويا جيت كتبت هذيك علاش صارت البوليميك افكتيفمون كلامي طلع صحيح راهو في الاخر واني نعاودها لك مانيش غلط كلامي طلع صحيح والعباد شلقت اللي كلامي صحيح خاطر نعرف كمام نعرف على الاقل نعرف نعطي رايي في ممثل ريت انا ممثل عمري اما احمد ساعات تحكي بصراحه كيما حكيت على دور نضال السعدي وقلت انه مشكله كذا وهاني قلت هاني في فلوجه تشكر ساعات تبدا تشكر فيها عاري ولا نعطيته فلوجه وقتاش تقرر تشكر وقتاش تقرر تقول حكايه المود هو المود صح بلا بربي بجسلك سؤال انت يا احمد صاحبي وتعرف اعطيني اعطيني ما تخليش في المهموته اعطيني تو اختار انا من كل شيء سمي وانا نجاوب قول كلمتك. اي قول كلمتي. بالنسبة ليك. اي. سفيان وسعدي وليد، هل هما ممثلين كوميديين يضحكوا نعم؟ يقتلوا بالضحك. يقتلوا بالضحك. يقتلوا بالضحك. أنت منتج. اي. في الفيلم، علاش ما عيطتش لا لسفيان لا لسعدي لا لوليد؟ نجم. وليد خدم للصغار. باهي نجاوبك. نجاوبك. أنا نتحداك تمشي تتفرج وتشوفهم الأولاد موجودين ولا لا. أنا قبيلك شفت سفيان في سكيتش سهلت وقلت له سفيان خدمت هذا ولا لا خاطر فما موضوع قاعد يدور الأيامات على الورق. قال لي راني ما خدمتوش هكا وسي بون انا يمكن انا الوحيد ما عنديش كلون وما نخدمش بالعاطفه وما نستعرفش بها العاطفه اصلا ما عنديش حاجه اسمها عاطفه في خدمتي. اقنعتي خويا اقنعتي فيدي اقنعتي احمد تشكيك كبير على احمد تو نزيدك امشي هاني تو نزيدك معناها انا تفرجت في سوبر تونسي فهمتني بالنسبه لي انا ما نجمش نقول سيربريز ممثل كبير عندي انا راه ما نجمش نقول عليه سيربريز خاطر ممثل كبير عندي انا اكثر انسان قتلني بالضحك هو السيد اللي بحذاك برافو فهمت نشكر اوكي ندز مع اصحابي اوكي نقول الكلمه الطايبه من بعد كي باش ندخلوا في التفاصيل نجموا نحكيوا معنا ويلقى امور به الفيلم اليوم جمعه غدو بعد غدو اعطيني عروض وين ان شاء الله سبت باش يكون في كارتاجلاند عرض سبيسيال وباش نعملوا ان بتي شو للصغيرات وباش يكون ان شاء الله فما وفد رسمي من وزاره المراه والطفوله باش يحضروا للفيلم ضيافنا احمد سينا معناتها يعطيك صحه على الكوراج وكيفاش درت وكيفاش تقويت على روحك الكلنا نحب نقولوا لك اللطف عليك وان شاء الله لاباس تعديت بازمه صحيه كبيره وخرجت منها قوي واقوى محليك حتى من الاول نبروا برشا ضعفت وكذا وكذا ما محليه لوك مهلمك شنو احوال صحتك توا والله الحمد لله توا شده في ربي قاعد نعمل في التريتمون تاعي وان شاء الله نكمل عندي ويسيكل في 6 موا نتاع حراب باش نشرب فيهم ان شاء الله نكمل لي ويسيكل نزيدوا نفهموا اكثر الحاله بور لو مومون لاباس وان شاء الله لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعطيك صحه عندك برشا كوراج لا لا لاباس اسمعني انا راني نمشي بما قلت حد ما يموت نقص عمر لطف عليك لطف عليك لاباس لاباس الحياه حق والموت حق وحد ما يموت نقص عمر كاتب لي ربي سبحانه معناها شفاء باش نشفى وباش نعيش ماهوش كاتب لي ربي سبحانه هذاك المكتوب ربي سبحانه معناها ربي يطول في عمرك كما تحكي بقوة كبيرة لا لا لاباس لاباس انا عمري ما كنت عمري ما نخاف من الموت وصار 7000 تصريح قبل وقلت قبل حتى ما نمرض قلت راني انا متربي ما نخافش من الموت معناها بالنسبه لي انا كيما عندي الحق في الحياه راهي الموت زاد هي حق في الاخير معناها الحمد لله وكا وانا مرضي معناها مرضي هذا اي مرض اخر مزمن راهو دواه هو المورال معناها اذا كان انا باش نتيح ولا باش نبرك انتهى الموضوع ما عادش نمنع فهمت لازم يكون حاضر معناها انا وياك احمد ما فرد خندق
عن حياتنا معناتها برشا كوراج قاعدين نستعملوا. صغارنا نحن نجبدوا في القوه نتاعنا من صغارنا ومن عائلتنا. صحيح. من الناس اللي دايره بينا اللي تحبنا. غادي نجبدوا في قوتنا. سبقتك انا بيناتنا زاد بلال ميلاد الله يرحمه خاطر نعرفه كان صديقك الوحيد والمقرب. ربي يرحمك يا بلال خاطر ما تعرفوش قيمته بالنسبه لاحمد بلال قيمه كبيره برشا سي وتعرفوا قيمته الاولاد الكل يعرفوا هنا قيمته بالنسبه لي كان فيلم الزعيم معناها هو اهداء الى روح بلال ميلاد خاطر هو اللي سماني بتفدليك هكا الزعيم مشيت هكاك خاطر انا عندي معناها في كلامي في الكوتيديان نسلم مثال على وليدي نقول اهلا بالزعيم ولا بلال اهلا بالزعيم فهمت ديما هكاك يا اخي هو سماني الزعيم وعندي فيلم اسمه الزعيم سميته على خاطر بلال ميلاد الله يرحمه وينعمه وربي صبرنا عليه ولتوا معناها بلال كل يوم براتيكمون كل يوم براتيكمون فما حاجه ذكرني بلال معناها خاطر انا نعرف كان بلال شبيك انا في الخدمه كان بلال شاد لي الخدمه الكل وانت في الحياه الشخصيه وديما نغير نقول له يا اخي علاش مش خدمتك وكي تكمل الخدمه تجي معايا لا كي كمل الخدمه معايا مرضتي معناها كان جاب بلال حي الله يرحمه راهو فضحني في البلاد راهو يدخل بالسرقه للسبيطار هو لاباس عليه يكذب عليكم مش راهو بكى التليفون يسوق الله يرحمه الله يرحمه وينعمه شوف ان شاء الله من خلال الجنه وضحكنا ربي يرحمه ان شاء الله في الجنه وضحكنا خاطر يضحكنا نعيشوا فيك لي بو سوفينير نتاعو انا عندك نوفل باش عرفتوا احمد لاباس الحمد لله كي واحد كي رجع يهبط على رمزي هل تعلم رجع يسخسخ في رمزي هل تعلم في الفيسبوك عرفتوا لاباس والله يا رمزي بالله حبيت والله ذكرى صغيره حبيت نحكي على احمد والله انا قعدت لي اليومين هذا وقت كنت في لاباس كنت توفى بابا ورجعت قصيت قطع سكتشات ورجعت احمد وقتها ضيف عملت معاه سكتش معناتها اول مره وقتها نخدم مع لي زانفيتي سكتشات وقتها نحكي مع احمد انا نحفظه في سكتش قلت له في الاخر باش نعطيك راس وطيح وكذا وقتها معناتها بالحق معناها نقولها معناها اللي شجعني وقال لي اعمل اللي تحب عليه ثم ممثلين اخرين خدمت معاهم عطيته راس اعطيته راس وطاح وقتها وخدمها بالكدا وقتها يا ريت مطلب بركاج والله لا بالعكس انا راني انا نحترم الناس اللي عندهم موهبه كبيره خاطر ثم الناس اللي عندهم موهبه كبيره يعني. وحتى تو وليد نجح في حاجات وعمل حاجات بالنسبه لي انا مازال ما عمل حتى شيء وسافي اندرا لوجور سي ان شاء الله ان شاء الله متاكد اللي باش يجي النهار وياخذ فرصته كما يلزم ما هو تعرف الخدمه نتاعنا تو مروجه راجعين بشوي بشويه فرحانين برشا لاباس لاباس على الناس الحمد لله اما راجعين بشوي بشويه احمد بون كوراج احمد اخزر انت درت مي قلت انا عيب ما تجيش احمد معناتها مشيت بارتو مي انا لازم نشوف احمد وانا اليوم باش نقفل لي باساج ميدياتيك معك اي فوالا ختامها مسك يعيشك يا احمد خاطر فما علاقة كبيرة تربطني بأحمد وأحمد كل من وحلو كل من وحلو وقتها بليل ولا كلم أحمد ما عندناش كلم أحمد باش نعملوا ريبورتاج كلم أحمد نتذكر وقتها معزين ترميه في اللاك أي حاجة تطلبها من أحمد باش يعاونك يعملها حاجة فوق من الخيال معناتها تبارك الله عليك قلبك كبير وربي إن شاء الله يعطيك على قد قلبك وأنا في فترة ما معناها كنت في أسوأ حالاتي وقتها لقيتك أنت خويا وهزيتني ويرحم والديك ربي فضلك أحمد ربي فضلك أحمد حقيقة معناها كل واحد ياخذ حقه وربي وقتها يعني بطال معناها مشيت خدمت كرونيكور وصورت الخير والبركة وأكثر من هكاكا معناها يمكن الكرونيكور الوحيد اللي وقتها نوفل الورتاني عاتيه في فير معناها كارت بلانش معناها نجي نقول له نوفل شنو باش نعمل ما تعمل حتى شيء انت كارت بلانش اعمل شنو تحب ضربت رمزي هل تعلم معناها اكثر من هكاك اكثر من هكاك شاب نحيف اكثر من هكاك عدم ربي فضلك احمد بالتوفيق دونك الفيلم غدوه في كارتاجلاند ومازالت الجوله امشي ومازالت العطله دينا ياسمين حمامات كارتاجلاند غدويك ان شاء الله باش يكون عرض مهم برشا للصغيرات باش نعملوا فيه ان شو انتريسون للصغيرات يجيو يتفرهدوا وانت مستدعي انت وصغيرات ان شاء الله ان شاء الله شكرا احمد لندلسي يلا فاصل ونعود